دور بس اللي لقيت افخاذ ولقيت صدر بعد حطيته معاهم. مو مشكله، راح نفرمه اصلا بالفرامه. راح نحتاج بطاطس مقلي نص قليل، قليناها شويه زياده. عندي بصل وثوم فليفله حار حمراء وخضراء، اذا تبين فلفل حار حطي، بقدونس، عندي مشروم، عندي ملح، عندي البهارات حقتنا 7 بهارات وبهارات الدجاج، وعندي البريد كرام البقسماط حق الكفتة. خلينا نبدأ نسوي الكفتة، نجهز كفتتنا وبعدين نبدأ باقي الخطوات. طبعا رح نحتاج كريمة طبخ ورح نحتاج أي صوص جاهز، صوص بيتزا، صوص مكرونة، صوص أنت تسوينه في البيت براحتك. ودي أفرم الخضار أول بعدين أضيف الدجاج، فراح أضيف الخضار عشان بها تنفرم شوية ناعم. حطيت البصل والثوم، الفليفلة الحمراء والخضراء، وإذا تحبون فلفل حار ضيفوه، والبقدونس بالساق حقه أحلى. خلونا نفرم هذه الأشياء. راح نضيف الآن الدجاج زي ما انتم شايفين، خل أضيفه كله ونرجع. بضيف الملح، بضيف البهارات، عندي بهار الدجاج، وعندي 7 بهارات، ممكن تكتفين ب7 بهارات تكفي، بس أنا حبيت أضفي نكهة خفيفة. ضربات متقطعة عشان أبغى ينهرس مرة. هذه النتيجة اللي ودي إنكم تشوفونها. الآن راح نضيف له البقسماط علشان يتماسك أكثر، وبعدين نسويه كرات. هذا ما شاء الله تبارك الله، شكله خليتوها تنضرب ضربات متكاملة تطلع لكم شوربة، لأن ما شاء الله قوية الفود بروسيسر. حطيت البقسماط وراح أعجن هذه الأشياء مع بعض علشان نسوي منها كفتة. قطع الكفتة خليتها بالفريزر كذا شوي بس، وقت بسيط علشان تتماسك مضبوط، وبعدين راح أبدأ بقلي قطع الكفتة حقتها. هنا شوفوا كراتنا. انتو شايفين اخذت لون، فراح اقلبها على السايد الثاني. هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، طبعا اقلبه من فترة لفترة علشان من كل جهة اضمن انه يستوي. اللي خلص سواه راح نبدأ ونشيله. أوبس طاحت. في نفس زيت القلي راح نحط الماشروم، بس طبعا أنا خففت الزيت لأنه كان كميته كبيرة. خل الماشروم ياخذ له لون، برشه بأوريجانو وملح وفلفل. بنات نفس المقلة ونفس الزيت ما غيرته، بس خففت الزيت خليت شيء بسيط، لأنه خلاص البطاطس مقلي والكفتة مقلية فنخفف يعني كل هذا وبنخفف. طبعا بتقدمين جنبها رز، بطاطس مهروسة. هنا بنحط الملح، الفلفل الأسود، أنا أعشق الفلفل الأسود خاصة إذا صار فريش، وعندي أوريجانو هم أعشق ريحته مع الماشروم. لا تطيح الصحن وجيب العيد. هل تشمون الريحة الحين؟ أوه.
الآن راح أضيف شوي من أي صوص عندك. أنا عندي صوص البيتزا صراحة، فراح أضيفه وأقلب. لما يتسبك بنات ضيفي له كريمة، ممكن تخففينها بحليب، تخففينها بمرق، براحتك. بعد شوي أنا بشوف إذا احتجت زيادة أخفف، وأنا راح أحتاج شوي لأن أنا أبغاها تكون فيها صوص، عرفتوا؟ راح أضيف مكعب مرق الدجاج، وراح أضيف شوية موية، بخليه يتسبك شوي، بعدين بضيف عليه بقية أشياءنا. شوفوا الآن تطابخ وبدأت تتسبك، راح أضيف عليها البطاطس اللي سلقناه نص سلق، المفروض نص سلق بس صراحة انسلق، عفوا مش انسلق، انقلى ثلاث أرباع قلي. وراح نضيف الكفتة حقتنا بعد، وراح أضيف الكفتة وأخليها تطبخ فيها حوالي الخمس دقايق. طبختك جاهزة. طبعا بحط عليها يا بقدونس يا كزبرة، بس خليني احط الكفتة حقتي. زي ما قلت لكم راح اضيف البقدونس او الكزبرة اللي ودك. طبعا تقدرين انت تضيفين مع المشروم بصل ثوم براحتك، بس انا ما حبيت اسوي الوصفة مثل ما ذقتها، ما كان فيها لا بصل لا ثوم، بس احس انه بيكون مرة ألذ. الآن راح نغطيه ونخليه ما يقارب الخمس دقايق بتكون طبختنا جاهزة، بس خليني أوطي الحرارة شوي. هنا ما شاء الله تبارك الله، هذه كفتتنا، حبوها طبعا هم، أنا أصور وهم ما شاء الله يتغدون.